سلامتك. سلامتك. صباح الخير دكتور أحمد. أهلا، صباح الخير، أهلا وسهلا. أراك جئت مبكرا هذا اليوم أكثر من اللازم. نعم، جئت لأستغل الوقت، فأنا مكلف بكتابة مقالة عن السرطان تنشر في إحدى الصحف. عظيم، إذن سنقرأ موضوعا هاما. ولكنه موضوع يحيرني، لست أدري من أين أبدأ. بسيطة، أبدأ من البداية. أنا أعلم أن علي البدء من البداية، ولكنه موضوع طويل وله بدايات عديدة. كيف تتكون الخلايا السرطانية؟ عرف الناس بهذا الشيء أولا وبأسلوب مبسط، وبعدها انتقل إلى باقي المعلومات. دعيني أبدأ أولا ثم نكمل. يحتوي الجسم على مجموعة من العقد الليمفاوية تتفرع منها قنوات تزود الجسم بالسائل الليمفاوي الذي يحتوي على خلايا من واجبها الدفاع عن أجهزة الجسم، ويتم ذلك عن طريق مرور السائل الليمفاوي من خلال العقد الليمفاوية، وهو يحمل الشوائب حيث تصفى هناك في حجيرات العقد الليمفاوية. ونرى هنا لقطة مكبرة لما يجري داخل العقد الليمفاوية، حيث تقوم هناك الكريات البيضاء القادمة من الدم بالقضاء على الأجسام الغريبة وتخليص الجسم منها، كما أن العقد الليمفاوية تنتج بدورها خلايا دفاعية، وعندما تصل إلى العقد الليمفاوية خلايا سرطانية تهاجمها الخلايا الدفاعية التي تبحث عن نقط الضعف في الخلية السرطانية لتحاول التغلب عليها. وإذا ما تكاثرت الخلايا السرطانية بسرعة تفوق قدرة الخلايا الدفاعية على القضاء عليها، تهيمن الخلايا السرطانية على الموقف وتتلف العقد الليمفاوية وتبيد الخلايا السرطانية المجاري الليمفاوية، فينعدم نشاط العقد الليمفاوية. ويمكننا أن نقول ببساطة بأن السرطان هو تكاثر الخلايا بصورة غير منتظمة، وقد تصاب أعضاء عند الرجال غير الأعضاء التي تصاب عند النساء. فأكثر الأعضاء عرضة للإصابة عند الرجال هي الرئة، البروستاتا، القولون المستقيم، الدم، والمثانة. أما أكثر الأعضاء عرضة للإصابة عند النساء هي الثدي، القولون والمستقيم، الرحم، الرئة، الدم، والغدة الليمفاوية نفسها. ونرى في هذه اللقطة الحقيقية الصراع الذي يتم داخل العقد الليمفاوية بين الخلايا الدفاعية والخلايا السرطانية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. أهلا بك. تفضل. شكرا، أنا على موعد مع أبي حمد. قل لي، ما موضوعك القادم في الجريدة؟ التدخين ومضاره. أوه يا صالح، الكل قد كتب عن هذا الموضوع. أصبحت مضار التدخين معروفة لدى الجميع، لكن المهم هو مدى تطبيق الناس لما يسمعون ويقرؤون. ولكنني سأعتمد في موضوعي على إحصائيات وحالات واقعية بمساعدة دكتور مختص. يا صالح، ليت الناس يشعرون بهذا الخطر الذي ينفقون عليه من أموالهم ومن صحتهم. سأركز في موضوعي على صلة التدخين بالسرطان الذي يفتك برئة المدخن إن أصابه. لقد تأكدت بصورة قاطعة علاقة السرطان بالتدخين، أكد هذا كثرة إصابة المدخنين بسرطان الرئة. ويساعد التدخين على ظهور السرطان في الفم والمريء والبنكرياس والحنجرة والمثانة والكلى. وينبعث من السيجارة المحترقة إلى جانب النيكوتين القطران ومركبات كيماوية
ويصل معظمها إلى أدق مكونات الرئتين. وتستطيع الخلايا الدفاعية في الرئة مقاومة هذه الأجسام الغريبة، ولكن لقدرتها حدود، ويؤدي التدخين إلى إضعاف مقاومة الرئة، ذلك نتيجة لتراكم الشوائب على سطحها، فتبطل أو تتعرقل عملية التنظيف الداخلي للرئة، ويضاعف النيكوتين من ذلك بتأثيره السلبي على الشعيرات الدقيقة في القصبة الهوائية والشعب الهوائية، فيشل عملية التنظيف الداخلي. لنرى الآن ما يجري داخل حويصلة رئوية. إن الأجسام الدفاعية تتحرك داخل المجاري الداخلية وعلى جدار الحويصلة لتستطيع التخلص من الأجسام الغريبة، وهي تتحرك بصورة دائمة داخل الحويصلة، ويؤدي التدخين إلى عرقلة نشاطها وشل مفعولها النافع، وتقوم الكريات البيضاء في الدم بالقضاء على الأجسام الغريبة بمهاجمتها والتهام الجراثيم، وتنتقل الكريات البيضاء مع الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وتحاصر الكريات البيضاء أي جسم غريب تصادفه وتعمل على القضاء عليه. وعلى نشاطها تعتمد مقاومة الجسم للجراثيم، وعندما تستدعي الضرورة فإن الكريات البيضاء تغادر الأوعية الدموية عن طريق المجاري الليمفاوية التي هي من أهم مسالك التنظيف الداخلي للجسم، وهي تحتوي على مرشحات هي ما نطلق عليه العقد الليمفاوية التي تنتشر في الجسم. ويؤدي التدخين إلى إغلاق مداخل الكثير من هذه المسالك الليمفاوية والدموية، فتعرقل عملية التنظيف الداخلي في الرئة، وتقلل من فعالية التنفس، ويتبدل شكل الرئة، ويتقلص حجم الحويصلات. ويكفي مقارنة شكل الحويصلات السليمة المميزة باللون الأصفر مع الحويصلات المتضررة ذات اللون الداكن. هذه رئة سليمة، وهذه رئة أتلفتها عوامل التدخين. هل نحن بحاجة إلى صورة أكثر وضوحاً عن مضار التدخين؟ إن الامتناع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وعلى ذلك فإن أكبر معركة نكسبها ضد السرطان هي الامتناع عن التدخين. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أود أن أرى الدكتور أحمد إذا لم يكن مشغولا. منذ لحظات رأيته متوجها إلى المختبر. حسنا، سأنتظر. هل تزوره لمراجعة طبية؟ ممكن أن أحولك إلى طبيب آخر. شكرا، جئت أستشيره في موضوع للجريدة. أنت صحفي؟ نعم، أنا مكلف لكتابة موضوع عن التدخين وتأثيراته بمناسبة المؤتمر العربي لأمراض السرطان. أصبح معروفا تأثير التدخين وإمكانيته أن يسبب الإصابة بالسرطان. هذا ما أعرفه، ولكنني أريد إحصاءات طبية. كم عدد مراجعيكم من المدخنين؟ كم منهم يشكو من التهابات رئوية؟ كم منهم نفع معه النصح وترك التدخين؟ نعم، تجد كل ذلك في شعبة الإحصاء. التدخين انتحار بطيء. إلى جانب التدخين يمثل الكحول واحداً من أهم مسببات السرطان أيضاً،
فهو يمثل إرهاقاً للكبد ويشغله عن أداء مهمته في التمثيل الغذائي بالتخلص من السموم الموجودة في الخمر، ويؤدي الخمر إلى تخريب خلايا الكبد، ونتيجة لذلك يصاب الكثيرون بالتليف الكبدي الذي يؤهل للإصابة بالسرطان، وتتحول الخلايا إلى نسيج متشابك فيزداد خطر الإصابة بالسرطان، ويتحول كبد مدمن الخمر إلى كتلة متليفة عاجزة عن القيام بمهامها الحيوية. اكتفيت بهذه المعلومات أم تريد المزيد؟ قرأت في إحصائية حديثة أن أهم أنواع السرطان في النساء والرجال هو سرطان القولون والمستقيم. هذا صحيح، وثبت أن من مسبباته الإفراط في تناول الوجبات الدهنية. ولكن يا دكتور، ما صلة سرطان البنكرياس بالقهوة؟ الإفراط في شرب القهوة يساعد على سرطان البنكرياس. الإفراط يعني أن الاعتدال واجب في تناول القهوة؟ الاعتدال واجب في كل شيء للوقاية من جميع الأمراض. والمثانة، ما علاقة الطعام بها؟ بعض البهارات وبعض ملونات الطعام، هذه الأسباق التي يضعونها في الطعام لتغيير لونه قد تساعد على سرطان المثانة. لا تخفني بهذا الشكل يا دكتور. لا تخف، هذه نتيجة تجارب ودراسات لا زالت مستمرة. العلم يطلع علينا كل يوم بجديد عن السرطان. هذا صحيح. أنا أشكرك يا دكتور، جئت لآخذ معلومات بسيطة فخرجت منك بكل المعلومات عن السرطان. لا، ليس بكل المعلومات يا صديقي، فهناك الكثير من مسببات السرطان لم أتحدث عنها. في أشياء كثيرة بالواقع، لكن خلينا نذكر مثل التدخين. التدخين في نظر كل واحد ما هي حاجة للجسم، وإنما هي عادة أكثر مما هي حاجة. ترك التدخين ممكن يلاقي في الأيام الأولى صعوبة، لكن بمجرد أنه تعود الشخص لمدة أيام قليلة راح يترك التدخين وراح يحس في منافعة. التدخين بيسبب سرطان الرئة، وسرطان الرئة من الأشياء اللي صعبة إذا كان مرافق للتدخين. في أشياء أخرى ممكن اتخاذ الطرق اللازمة للوقاية من بعض السرطانات، مثلا في معامل الأسبستوس أو في معامل المواد الكيميائية، هنالك ألبسة واقية، هنالك بعض الكفوف اللي بيلبسوها، هنالك الأقنية الواقية، كل هذه بتساعد على عدم دخول المادة اللي بتسبب السرطان إلى داخل الجسم. إذا احنا منعنا منها، إذا منعنا المادة من دخول الجسم، طبعا المادة ما راح تدخل، إذا السرطان ما راح يحدث. وأكد أنه إذا يستخدمون الطرق اللي تعطيهم الشركات والمعامل الخاصة، وإذا يعتبروها مهمة، راح يتقون كل هذه أنواع السرطانات اللي ممكن تحدث نتيجة المواد الكيميائية. انظروا إلى صعب هذه الصورة. تقول مجلة أن الأطباء قاموا باستئصال ثلثي لسانه. وماذا بقي عنده؟ هل يمكنه أن يتحدث بالثلث الباقي؟ لسانه طويل. وأزالوا عظام الفك وقاموا بترقيع مكان العملية. حادثة اصطدام؟ لا يا أستاذ خليل، بل كان مصابا بالسرطان. أعوذ بالله. اسمعوا، أصيب بسرطان الفم واللسان، وكان يدخن 3 علب سجائر ويتناول الخمر، وكان يحتسي قنينة كاملة من الكحول. والنتيجة؟ مرض السرطان. كل الإعلانات تقول التدخين قد يكون سبباً من أسباب الإصابة بالسرطان. ليس التدخين وحده يسبب هذا المرض الخبيث. لماذا كل هذه الأشكال من الطعام وبها دهون كثيرة؟ هكذا اعتدنا نطبخ، وهكذا نقيم الولائم ونكرم الضيوف. لا أدري ما الذي يثير دهشتك هذه المرة. كثرة الدهون بالطعام يا عزيزتي تقلقني جدا، وقد نبهتك لذلك منذ شهر. منذ أن شاهدت برنامج التلفزيون الذي يتحدث عن السرطان وأنت قلق في طعامك. أرجوك يا عزيزتي أن تقلل استخدام الدهون في الطعام، ولا بأس من استخدام الدهون النباتية. كنت دائما تحب تناول الطعام
الغني بالدهون والزبدة. صحيح كنت، والآن علمت أن الطعام الدسم مضر بالإنسان، فهل من العيب أن يصلح الإنسان سلوكه بعد ازدياد معرفته؟ يؤكد الكثير من الأطباء علاقة كثرة تناول الدهون بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو من أكثر السرطان انتشاراً لدى الرجال والنساء. إن الدهون تكون عبئاً كبيراً على المعدة والأمعاء، ونستطيع أن نلاحظ من خلال هذه التجربة صعوبة هضم المواد الدهنية في عصارة المعدة، فبعد 3 ساعات ما زالت الدهون غير مهضومة تماماً، وحتى بعد مضي 12 ساعة لم تهضم بعض الدهون. إن تناول الدهون الحيوانية يؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم، الذي قد يؤدي بدوره إلى حدوث أورام القولون والمستقيم، والتي يمكن أن تتطور لتصبح أوراماً سرطانية، وبخاصة إذا ما صاحبت الدهون تلك العادات الغذائية الضارة على جهاز المناعة في الجسم، مما يهيئ عوامل مناسبة للإصابة بالسرطان. نرى في هذا الرسم الأمعاء والمعدة. السهم يشير إلى المستقيم والتقائه بالأمعاء الغليظة، وفي الأعلى يمتد القولون والذي يتليف داخل المعدة نحو المستقيم، وحيث يلتقي القولون النازل بالمستقيم. أما إصابة القولون بالسرطان فإن 30% من الإصابات تحدث في منطقة المستقيم والجزء الأخير من القولون النازل، أما القسم الأعظم من الإصابات فتحدث في نهاية الأمعاء الغليظة. إن 70% من الإصابات تحدث في القسم الأعلى من القولون. أرغب برؤية الطبيب من فضلك. ماذا هذه المرة يا أبا بدر؟ دعيني أرى الطبيب وسأشرح له الحقيقة. لا أستطيع منعك من الدخول، انتظر دورك، تفضل. شكرا. ما المشكلة؟ أراك مضطربا. شيء يقلقني، عندي ورم تحت الذراع وأشك أنه خبيث، ولا تريدني أن أرى الطبيب. هي تسألك عن وجعك، ألم تخبرها؟ عندي شك، والشك نصف الطريق إلى الحقيقة. لا يبقى أمامك أخيرا إلا أن تقول إن معك مرض خبيث يا أبا بدر. يقولون إن الأمراض والأورام ممكن أن تكون خبيثة. ومن هم الذين يقولون؟ الصحف الطبية والمجلات، نسمع النص. من قال لك أن كل مرض هو سرطان؟ عندي أنا هنا في ساقي ورم ودمامل، ألم يكون هذا أيكون ذلك سرطان؟ ممكن، كل شيء ممكن. أبا بدر، إن تشخيص الأمراض لا يتم بالتكهنات، وخاصة مرض السرطان يحتاج إلى فحوصات دقيقة وتحاليل مخبرية، وهذه الأمور يقررها الطبيب. هذا الورم يا أبا بدر الذي خلف الذراع ورم اعتيادي وطارئ، وكما تقول أنت ظهر منذ يومين، والسرطان لا يظهر فجأة يا أبا بدر. في الحقيقة يا دكتورة أنا خائف لكثرة ما أسمع عن السرطان، خائف أن أصاب به. تذكر أن السرطان ليس له سبب معروف، لأن الوقاية مهمة في جميع الأوقات. امتنع عن تناول الكحول والتدخين. أنا لا أدخن ولا أشرب. حسنا تفعل يا أبا بدر، وامتنع عن التعرض إلى الإشعاع. لا علاقة لي بالإشعاع ولا أتعرض له. قد تتعرض له دون أن تدري. المهم امتنع عن تناول الدهون الحيوانية والطعام الدسم
ولا تتناول الهرمونات بدون مبرر. يقال إن في الطعام المعلب خطر. الطعام المعلب ليس هو الطعام المثالي للإنسان، ويفضل عدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة، على ألا يكون هو الطعام الرئيسي للإنسان. تناول الفواكه والخضر وقلل من تناول المعلبات. حمان الله من السرطان وغيره. على فكرة، هل صحيح أن الإصابة من مرض السرطان غير قابلة للشفاء؟ بالعكس، السرطان مرض قابل للشفاء، وخاصة إذا تم اكتشافه في مراحله الأولى، وهو أقل خطورة من بعض من الأمراض. ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام المبكر بالتشخيص للمرض، على ألا نصاب بعقدة الخوف منه يا أبا بدر. سلامتك. سلامتك. سلامتك سلامتك نودت لك سلامتك 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 لأنك الإنسان تعمر الأوطان نودت لك سلامتك نودت لك سلامتك تبدو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك تبدو بتاج العافية ما أسعدك تبدو